مساء الخير سمر لإلك وللمشاهدين. أصدر نجم التونسي صابر الرباعي ألبومه الجديد أجمل مختصر اللي كانت حصة الأسد فيه للهجة اللبنانية، كما ضم أغنية تكريمية للفنانة وردة الجزائرية. كان من المفترض تكون ديو بينها وبين صابر، ولكن بعد رحيلها حول صابر لأغنية أداها بصوته وحده. وصابر بيوضح ليه هو مستمر بتقديم الأعمال الفنية رغم الأوضاع العربية اللي بيتحجج بعض الفنانين إن وراء تأخير أعمالهم. وبهالتقرير رح نكون بجولة خاصة بكواليس تصوير غلاف ألبومه على أرض مطار بيروت الدولي. يا دني مش عم صدق، يا دني إنه قلبك بينحني للي هجر وخان. يا بشر دلوني يا بشر، كأنه قلبك من حجر تجرح وقت الفراق. خبرنا عن هالأجواء، هالتحضيرات وليه هالمكان؟ لوكيشن الطائرة، يعني نحب نقول أنه صابر يعني بالألبوم هذا ممكن ينتقل ويطير من جو إلى جو آخر، يعني كتغيير في الأغاني، كتغيير في نمط الأغاني، كتغيير يعني انطلاق إلى الجديد. سمعت أغاني جميلة جدا يعني لبنانية، فخيرت وأصريت وفضلت أنه يكونوا موجودين بالسيدي. من ضمن الأغاني اللي نعتبرها قريبة جدا هي الأغاني اللي اخترتها لبنانية، وهذا طبعا أقل شيء ممكن نقدمه للبنان والجمهور بصفة عامة. يعني كان حلم من أحلامي أنه نغني مع سيدة وردة، وقعدنا وجلسنا مع ابنها رياض، مع هي شخصيا خليت لها الأغنية سمعتها. يعني هاني عبد الكريم الشاعر كتب كلام جميل جدا. طبعا أقدار الله كانت سابقة حلمنا، لكن المهم أنه حولت الأغنية من ديو إلى أغنية تكريمية لها، ولو أنه غنيتها لايف، لكن اليوم نسمعها في السي دي الجديد إن شاء الله كتكريم لها. عمري وانا عاشق صوتك يا وردة، هناك انت اني جنبك بغني، يا احلى الغنى يا احلى الغنى يا احلى الغنى معاك. يا عيني على الايام اقل من الاحلام، يا عيني على الايام اقل من الاحلام، وفراقك النهارده اصعب اصعب. بالوطن العربي منعرف بأنه كتار من الفنانين ما عادوا بقى قدموا أعمال أو خفت وتيرة تقديمهم للأعمال، ودايما بيقولوا أنه الوضع بالوطن العربي ما عم بيخلينا نقدم أعمال. صابر الرباعي لا، مثل قليل من الفنانين كفى يقدم كليبات بشكل طبيعي، أعمال، مهرجانات. برأيك الحياة بتستمر؟ صحيح أنه الوضع صعب، هذا يعني ما ننكروش، سواء كان في تونس أو في الوطن العربي. يعني إحنا يعني نستاء ونتعب ونفسيتنا تتعب، وإحنا بالنهاية ناس نحس بألم الناس، وأقرب ناس ممكن يحسوا هم الفنانين. يعني فصحيح أنه صعب أنك تشتغل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها ظروف متعبة نفسيا، يعني لكن نحاول نستمر، الحياة تستمر، صوتنا لازم يكون مسموع. الفن في الوطن العربي نحتاجه حتى على الأقل ينور العقول. إن شاء الله الفترة هذه يعني تنتهي، والأمل يكون، يعني الأمل موجود أكيد. الله يسهلهم بالناقص حبهم، دعمونا وأسينا كتير قوي في هواهم، واحنا عشان جوانا طيبة يبقى خلاص دي بقت دايبة، واحنا عشان جوانا طيبة يبقى خلاص دي بقت دايبة. لا دول ناس
باسم يوسف اعتذر علنا بعد انكشاف سرقته لمقال ونسبه له. ماجد الرومي صلت وبكيت على ضريح المخرج يوسف شاهين، ومن لبنان حملت الأرز وغرسته بالإسكندرية. وفضل شاكر أصدر أنشودة جديدة للأم. تفاصيل الأخبار وغيرها من تبعها بالبانوراما الفنية. بعد فضيحة سرقة مقال من كاتب يهودي بريطاني يدعى بن جودة ونسبه لنفسه، اعتذر الإعلامي الساخر باسم يوسف عن الخطأ الذي ارتكبه، كما اعتذر عن الكتابة الصحفية أسبوعيا بشكل مؤقت. واعتذاره الأول جاء عبر رسالة على موقع تويتر قال فيها: شكرا لكل من انتقد وبهدل وهاجم، فهذا مهم. الحياة العامة قاسية جدا، وهذا الثمن الذي ندفعه لو أخطأ الواحد منا. بعض الناس لن يتقبلوا الاعتذار أو التوضيح، لكن شجاعة الاعتذار مطلوبة بصرف النظر عن القبول أو الرفض. كلنا بشر وما من أحد فوق النقد. شكرا للهجوم والنقد ووضعي في حجم الإنسان الحقيقي، فأنا أيضا أخطائي لا مبرر لها. كما نشر باسم يوسف مقالا في جريدة الشروق المصرية، واعترف فيه بخسارته ثقة فئة من الجمهور لن تعود مجددا، وأن هذا الاتهام سيبقى معلقا في رقبته وسيتم استرجاعه كلما أطلق تصريحا أو أبدى رأيه بشيء ما. يذكر أن باسم يوسف وقع في هذا الخطأ الذي أثار ضجة في الوطن العربي، وكان كارهوه وهم كثر له في المرصاد، بعدما نسب لنفسه مقالا نشره في جريدة الشروق بعنوان لماذا لا يهتم بوتين. هو في الأصل مقال منشور على موقع بوليتيكا بعنوان لماذا لم تعد روسيا تخاف من الغرب للكاتب بن جودة. وبرر باسم يوسف خطأه بأنه نسي إضافة المصدر لانشغاله بتحضير حلقته من برنامج البرنامج. على هامش إحيائها حفلا في الإسكندرية عاد ريعه لدعم السياحة في مصر، زارت السيدة ماجد الرومي ضريح المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث وضعت إكليلا من الورود تقديرا منها لرجل ترك بصمة في حياتها من خلال تجربتها السينمائية الأولى في فيلم عودة الابن الضال. وبدت الماجدة متأثرة أمام ضريح شاهين، حيث ركعت تصلي وتبكي، كما قامت بغرس شجرة أرز حملتها معها من لبنان في حديقة قصر المنتزه بالإسكندرية، لتكون الفنانة الوحيدة التي سمح لها بذلك في ذاك القصر لأول مرة منذ عهد الملك فاروق. أصدر الفنان المعتزل فضل شاكر أنشودة جديدة لمناسبة عيد الأم بعنوان يا أمي، وذلك عبر موقع يوتيوب، وكان سبق أن أعلن فضل عنها عبر تويتر، وهذا مقطع منها: يا أهم لحظات همي، يا دفى روحي يا أمي، اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي، كلما ضميت كفك أحضن الجنة بضمي، الله لا حرمني مني يا بعد عمري يا أمي. أبهرت الفنانة سميرة سعيد متابعيها بإطلالتها في الكليب الجديد الذي صورته لأغنية مازال، حيث أطلت بصورة شبابية ومليئة بالحياة رغم أنها في منتصف الخمسينيات، فهي تعرف كيف تحافظ على إطلالاتها وعلى خياراتها الفنية. هيدي كانت أخبارنا بنشرتنا لليلة. أنا برجع بلتقي فيكن مساء بكرة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير.